السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا أعزائنا، نكمل معكم في محاضرة اليوم. اليوم راح نكمل شرح عن البيرسنتايل وعن انتر بيرسنتايل رينج. بحكي لك إنه بده 80 بيرسنتايل ال 80، تمام؟ بيرسنتايل ال 80 عبارة عن 80 قسم لي إياها 100 واضرب لي إياها في إيش؟ عدد القيم قد إيش زي ما احنا شايفين 10، فبيطلع بده القيمة الثانية مباشرة، بجمع لها القيمة التاسعة وبقسم على 2، تمام؟ طيب القيمة الثانية اللي هي قد إيش؟ إذا لاحظنا 1 3 مع 2 فبيطلع 32، مهم اعرف اقرا المفتاح. بجمع لها القيمة التاسعة، القيمة التاسعة اللي هي بتطلع 33 بقسم على 2 اللي هو الجواب بيطلع 32 ونص، تمام؟ هاي هي 18th percentile. شوف المثال اللي بعديه، المثال اللي بعديه بده الانتر برسنتايل رينج بس مش حكي لك عنها، تمام؟ يعني قصدي ممكن ما يحكي لك عنها بشكل مباشر اي بي ار، ممكن يحكي لك فاين 35% ل 65% انتر برسنتايل رينج لمين؟ شوف معطيك الـ الاكس، معطيك لها ايش؟ 1 2 مباشرة، هذا شو؟ هذا فريكونسي ديستريبيوشن، ممتاز، تمام. معطيني الفريكونسي عبارة عن 3 8 7 2 5، تمام. الكميوليتر فريكونسي، الكميوليتر فريكونسي حيكون في عندي 3 11 18 20 25، كونك اللي تجيب بيرسنتايل، تمام. هو بيقول لك بده الاي بي ار لاي قيم بيرسنتايل، دائما الكبير ناقص الصغير، لانه زي ما حكينا في بدايه الفيديوهات انه مقاييس الفاريشن مستحيل تطلع سالبه، تمام. فب 65 ناقص بال 35، اول شيء بدي اجيبه ب ال 65، هاي ب ال 65 حتكون عباره عن 0.65 ضرب 100 ضرب 25، بيطلع قديش معي؟ بيطلع انه بده القيمه ال 17. القيمة ال 17 لو يجي هون هي 3. طيب ب ال 35 حتكون عبارة عن 0.35 ضرب ال 25، بتطلع قديش؟ بتطلع بده القيمة التاسعة. القيمة التاسعة بتطلع قديش؟ إذا لاحظنا هون بتطلع 1، تمام؟ أو عفوا القيمة التاسعة بتطلع 2، تمام؟ فلو جينا حسبنا الاي بي ار ب 65 3 بطرح منها الاثنين بيطلع معي الجواب 1 زي ما هو واضح عندكم. طيب نكمل. بالنسبة للجروب فريكونسي ديستريبيوشن ممتاز جدا، هذا اللي كنت بدي اسمعه منك. بدي تحكي لي لما احكي لك برسنتايل او كيو 1 او كيو 2 للجروب فريكونسي ديستريبيوشن، تحكي لي لينير انتربوليشن ميثود مباشرة، لينير انتربوليشن ميثود. طيب شوف شو معطيك مثال، معطيك انه الانترفل من 0 ل 4 من 5 ل 9 من 10 ل 14 من 15 ل 19، تمام. معطيني الفريكونسي عباره عن 3 8 7 2 مباشره، الكميوليتيف فريكونسي عباره عن 3 11 18 20، خطوات الحل صار شبه حفظ يعني مباشرة. بدي اجيب ايش؟ بدي اجيب الابر ريال باوندريز عبارة عن 4.5 9.5 14.5 عبارة عن 19.5 مباشرة. ايش بده؟ بده 60 بيرسنتايل عبارة عن 0.60 اضرب لي اياها بمين؟ ب 20 من الكومبينيتيف فريكونسي، لو اضربها ب 20 بيطلع معك 6. قلنا ما باخذ القيمه اللي بعدها، بنعيد وبنزيد نفس الخطوات، ما باخذ القيمه اللي بعدها باخذها كقيمه نفسها، لان 6 وين جاي؟ ال 6 بتيجي بين ال 3 وال 11، فمباشره شو بسوي؟ 3 6 11، ال 11 شو يقابلها بالابر ريال باوندريز؟ 9.5، تمام؟ 9.5 هاي بيرسنتاي ال 60، هاي ايش كمان؟ ال 3 يقابلها 4.5، تحسب بيطلع معك برسنتايل ال 60 عباره عن 10.2. طبعا طريقه الحساب على الكالكوليتر زي ما وضحنا بالفيديو الاول، تمام. طيب الان هو حاطط لك انا ملاحظه صغيره، شو بحكي لك؟
بقول لك شو يعني هاي برسنتال ال 60 يساوي 10.2 زي ما ذكرنا ببدايه الفيديو، برسنتال ال 60 تساوي 10.2 هذا معناته انه 60% من المشاهدات جاي تحت ال 10.2 تمام. طيب اذا قال لك، اذا قال لك انا بدي عدد المشاهدات ايوه اللي تحت ال 10.2 او بدي عدد المشاهدات اللي اقل من 10.2 تمام، ببساطه شو بروح بسوي؟ بروح بمسك ال 10.2 هاي تمام، مش هاي تمثل بيرسنتايل ال 60، بضرب 60% في 20 بيطلع معك قديش؟ 6 صح؟ بيطلع معك الجواب 6. طيب بدنا نشرح عن الاوتلايرز، في عندنا شيء اسمه ذا اوتلايرز. شو قصتها هاي الاوتلايرز؟ هاي الاوتلايرز بحكي لك عن انه في عندي قيم مرات بيكون عندي مثلا 2 3 7 500 او سالب 400 2 3 5 7 تمام. هسا هاي القيم بنلاحظ انه هاي القيم مش متفقه مع القيم الموجوده معي. كيف يعني مش متفقه؟ يعني لما نيجي نحكي مثلا علامات طلاب في ماده مبادئ الاحصاء، نيجي بنحكي مثلا عندي طالب جايب 20 من 20 وباقي الطلاب 8 من 20 7 من 20 6 من 20، لاحظوا انه هذا ال 20 من 20 قيمه شاذه، هذا بنحكي عنه رافع الافرج، بنحكي عنه مخرب الدنيا كلها. طيب عشان هيك طلعوا شيء اسمه الاوتلايرز، الاوتلايرز اللي هي القيم الشاذه. بيقول لك انه القيم الشاذه هاي اولا بتخرب لك كثير من المقاييس. زي ايش؟ زي مثلا لما اجي احكي لك عندي بيانات زي هيك، طب اعطيتك 2 3 5 7 800 تمام؟ جيت حكيت لك احسب لي الرينج، شو حتحكي لي؟ 800 ناقص 2 فبتطلع 798. هسا لما اجي احكي لك الرينج 798 بخطر في بالك انه انا عندي والله اربع ارقام او خمس ارقام وكثير صغيره زي هيك؟ لا، فعشان هيك ترى كيف الرينج هذا خرب تمام؟ فعشان هيك بقول لك انه الرينج للاوتلايرز، اذا في اوتلايرز الرينج بيكون اسوأ خيار تستخدمه للميجرمنت تمام. طيب كيف ممكن اعرف انه انا هاي القيمه اوتلايرز ولا لا؟ يعني هذا مثلا واضحه، بس مثلا لو جيت حطيت لك 12 مثلا، هل 12 اوتلايرز ولا لا؟ عشان هيك اجوا حطوا لها قانون. ايش هذا القانون بيحكي لك؟ اول شيء اذا كان عندي اي بيانات اقل من Q1 ناقص 1.5 في الاي كيو ار، او عندي بيانات اعلى من Q3 زائد 1.5 في الاي كيو ار، شايف اي قيمه بتيجي تحت هاي هذا المقدار؟ هذا طبعا بعطيك جواب وهذا بعطيك جواب. اي قيمه بتيجي تحت هذا الجواب هاي اوتلايرز، واي قيمه بتيجي فوق هذا الجواب هاي بتكون برضه اوتلايرز. طب تعالوا خلينا نشوف هنا الاي كيو ار كيف بحسبها؟ بجيب Q1 وبجيب Q3. Q1 عباره عن ان على 4 بس كموقع، هون ان 5 على 4 1 وشوي، يعني بده القيمه الثانيه اللي هي 3. هون Q3 اللي هي 3 ان على 4 يعني 3 ب 5 15، 15 تقسيم 4 اللي هي تقريبا قديش نحكي؟ 4 فاصلة شيء تمام؟ او عفوا 3 فاصلة شيء، يعني بده القيمة الرابعة، القيمة الرابعة هنا تقريبا قديش؟ 7 تمام؟ فالاي كيو ار عبارة عن 7 ناقص 3 4. طيب خلينا نشوف في عندي اوتلايرز ولا لا؟ كيو 1 قديش؟ 3 ناقص 3 على 2 اللي هي 1.5 في الاي كيو ار اللي هو 4. 4 على 2 2 2 على 3 6 3 ناقص 6 سالب 3. هل في قيمه اقل من السالب 3 هم؟ لا، معناته فيش عندي اوتلايرز منها. طيب نشوف الكيو 3، الكيو 3 قديش طلعت معي؟ 7 زائد 3 على 2 في الاي كيو ار، نصيحتي تكتبوها 3 على 2 عشان تختصروا، او اذا بتحبوا على الحاسب مباشره. 7 زائد 3 على 2 في ايش؟ الاي كيو ار، الاي كيو ار عباره عن 4، 4 2 2 2 2 3 6، 6 زائد 7 13. معناته ايش؟ معناته انا ما عندي اوتلايرز بالنظر، انا بنحكي له انه عندي نوع اوتلاير تمام؟ هاي القيم كلها منطقيه وقريبه على بعضها. طيب بدنا نكمل معكم اليوم في ستاندرد ديفيشن والفيرينس تمام؟ الان زي ما ذكرناكم او يعني بدنا نذكركم، احنا في بدايه المحاضرات في بدايه الفيديوهات حكينا انه ستاندرد ديفيشن هو جذر الفيرينس. طب شو الفيرينس وشو ستاندرد ديفيشن؟ الفيرينس اللي هو بنسميه ايش؟ التشتت تمام؟ شو يعني التشتت؟ يعني لما اجي احسب انا المين الافرج بدك تعرف لي انت قديش البيانات بعيده عن الافرج. مثلا جيت قلت لي الافرج طلع معك 4، لما تيجي تحكي لي 4 يعني انا بعرف انه اغلب البيانات
حوالين الأربعة، يعني يا خمسة يا ثلاث يا أربعة يا أربعة ونص يا ثلاثة ونص، أنا هيك بفهم منك. طيب لما تيجي تحكي لي والله الميل أربعة بس كل البيانات عبارة عن 800 700 سالب 1100، أيوة معناته شو بدي أفهم أنا؟ بدي أفهم شغلتين، أول شيء إنه الفيرينس بيقيس لي بعد البيانات عن الميل، ثانيا إذا كان الفيرينس كبير بفهم إنه البيانات كثير بعيدة عن الميل، إذا كان الفيرينس قليل بفهم إنه البيانات كثير قريبة عن الميل، هاي شغلة. وكمان شغلة ثانية لازم أعرفها إنه الفيرينس مستحيل يطلع سالب، تمام؟ لأنه ليش؟ أولا زي ما لاحظتوا إنه عبارة عن اس سكويرد، ففي عليها تربيع فمستحيل يكون سالب. شغلة ثانية لازم نعرفها إنه الفيرينس عبارة عن بعد مسافة يعني بين منطقة ومنطقة، فمستحيل المسافة تكون سالبة، تمام؟ وبرضه كمان شغلة إنه قلنا ما دام مقاييس التشتت اللي هو مجرمنت اوف فاريشن فمعناته مستحيل يكون سالب، ما دام الفارينس بنحكي عن فارينس معناته ستاندرد ديفيشن نفس الحكي عن الفارينس. ليش؟ لأنه ستاندرد ديفيشن هو جذر للفارينس، بنحكي عنه سكوير روت تو ذا فارينس، تمام؟ طيب كيف ممكن احسب الفارينس؟ كيف ممكن احسب ستاندرد ديفيشن؟ ركز معي. أول شيء بالنسبة للفارينس، إله قانونين، ركز معي، قانون مش صعب بس ركز معي بتجيبه إن شاء الله. الفيرينس طبعا الفيرينس بنوزنها بايش؟ بالرمز اس سكويرد، تمام؟ شو هذا القانون بحكي لك؟ اول شيء بدنا نعرف قانون اسمه سام اوف اكس ناقص اكس بار الكل تربيع على ان ناقص واحد، هذا اول قانون. شو القانون الثاني؟ مجموع اكس تربيع على ان ناقص واحد ناقص مجموع اكس الكل تربيع على ان في ان ناقص واحد. يمكن القانون بعض شايفه طويل بعض شايفه كبير، لكنه صدقا كثير سهل والتعامل معه كثير بسيط، تمام؟ طيب نعرف شغلات بالقانون. مجموع اكس ناقص اكس بار، يعني لما اجيب مثلا اكس بار بطرح منه اكس، مثلا كانت عندي قيم اكس 2 3 7 بطرح 2 وكان الميل عندي 4، 2 ناقص 4 3 ناقص 4 7 ناقص 4، بجمعهم بعدين بربيهم. بس حنعرف ليش بنربيهم؟ على ان ناقص 1، ان دائما قلنا عدد القيم. ها مجموع اكس تربيع، باجي بمسك اكس بربيهم بجمع التربيعات بطرح بقسمهم على ناقص واحد، مجموع اكس بدون تربيع بيطلع معي مثلا 14 بربعه بعدين في القانون بقسم على ان في ان ناقص واحد. وهسه خلال الحل بنلاقيه انه اموره سهله. طيب شو ستاندرد ديفيشن؟ جذر هذا المقدار وجذر هذا المقدار، هذا ستاندرد ديفيشن، تمام؟ طبعا اذا الفيريس معروفه بالاس سكويرد معناته ستاندرد ديفيشن باس، تمام؟ طيب نيجي نحل على قانون الفيرينس في ستاندرد ديفيشن. شوف شو معطيك مثال، معطيك بيقول لك انه عندي 2 7 5 11 5، تمام؟ بدي اجي احسب لهم اول شيء الفيرينس، عباره عن اس سكوير. نيجي نحسب بالطريقه الاولى، مجموع اكس ناقص اكس بار الكل تربيع على ان ناقص 1، تمام؟ طيب مجموع اكس ناقص اكس بار، انا هيك كيف بحفظها؟ اكس بطرح منها اكس بار بدي اجيب مجموعهم واربعه، تمام؟ شفت كيف حفظانا؟ طيب اكس بار كيف بدي اجيبها؟ 5 و5 10، 10 و11 21، 21 و9 30، تقسيم 5 6، هاي الاكس بار جبتها، تمام؟ الان بطرح قيم اكس لانه هاي كلها قيم اكس، بطرحها من ايش؟ من الاكس بار. 2 ناقص 6 سالب 4، 7 ناقص 6 1، 5 ناقص 6 سالب 1، 11 ناقص 6 5، 5 ناقص 6 سالب 1. الآن مين الشاطر يجمع لي يعني؟ اجمع سالب 4 وسالب 1 سالب 5 مع 5 0، 1 ناقص 1 0. طيب شو بدي أسوي؟ أجو حكولك إيش؟ هاي القيم لما تيجي تجمع لي إياها هتطلع صفر، فعشان هيك قالوا ربعهم بعدين اجمعهم، تمام؟ لأنه أنا بدي مجموع تربيعهم، سالب 4 تربيع 16، 1 تربيع 1 سالب 1 تربيع 1، 5 تربيع 25 سالب 1 تربيع 1، هذول اجمع لي اياهم بيطلع معنا الجواب قديش؟ 44، هذا مجموعهم. الان هذا اللي بدي اعوضه بالقانون، تمام؟ فالجواب بيطلع معك 44 على 4 بيطلع الجواب 11، هذا هو الفيرينس. طيب ستاندرد ديفيشن حيكون جذر ال 11، وان شاء الله امورك بتكون سليمه. اذا دائما 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 لما اجي اجمع اكس ناقص الاكس بار حيطلع صفر، تمام؟ لان انت قاعد بتقيس لي قديش هاي البيانات بعيده عن الاكس بار، فدائما حيطلع صفر، فعشان يتخلصوا من هاي القصه قال لك لا يا عمي ربعهم وبعد ما تربعهم وجد لي مجموعهم،
تمام. طيب الآن الطريقة الثانية بنحل عليها، هل حيطلع معنا نفس الجواب ولا لا؟ طبعا اكيد راح يطلع معنا نفس الجواب، لانه انا بدي احسب نفس الفيرينس ونفس الستاندرد ديفيشن. شو هي الطريقه الثانيه بتحكي؟ سوري، طيب الطريقه الثانيه شو بتحكي لك؟ مجموع اكس تربيع على ان ناقص واحد ناقص مجموع اكس الكل تربيع على ان في ان ناقص واحد، تمام؟ طيب اول شيء بدي بشغله شغله في القانون، مجموع اكس تربيع، قبل مجموع اكس تربيع ربعنا قيم اكس، شو تربيع قيم اكس؟ عباره عن 4 49 25 25 121، شو مجموعهم هذول بيطلع؟ بيطلع مجموعهم 224، تمام؟ طيب انا موجوده معي، مجموع اكس الكل تربيع، كم مجموع اكس؟ 30، تربيعها 900، تمام؟ اذا مجموع اكس الكل تربيع بيطلع معك 900، بس ضل عوض في القانون، بيطلع عندك 224 على ان ناقص 1 4 ناقص 900 على 5 في 4 20، تحسب بيطلع معك الجواب 11، ونفس خطوات الحل واكيد راح يطلع نفس الجواب. طبعا ينصح بهاي الطريقه اكثر من طريقه الاولى، وانت بتحب تحسب على اي طريقه بيصير معك، تمام. طيب شو معطيك؟ معطيك مثال جميل بعده، ركز معي فيه ان شاء الله امورك بتكون فيه سليم. طيب بقول لك اف ذا مين مارك، معطيه من المين لتسعة ستودنت كان 20، الاكس بار كان 20 وعدد الطلاب كان 9، اخذنا مثال زيه بس انا ضيف لك عليه شغلات. ان ذا ستاندرد ديفيشن از 2، ستاندرد ديفيشن معناته اس كان 2، تمام. اجى عندي طالب علامته 30 انضم على هذا، اجى عندي اكس يساوي 30 فات لي على هذا الجروب، تمام، على هذا الصف، تمام. شوف شو بده، بقول لك بدي انا المين الجديد وبدي ستاندرد ديفيشن جديد. اذا شو هو الطالب؟ طالب المين الجديد نيو وستاندرد ديفيشن لنيو، تمام. هاي اس نيو واكس بار نيو. طيب خلينا نحل شغله، اول شيء الاكس بار نيو، قبل الاكس بار نيو قلت لك دائما اشتغل على اللي قبل بعدين اشتغل على اللي بعد، تمام. امور سهل ان شاء الله، مجموع اكس قديم شو يساوي؟ اكس بار في ان 20 في 9 بيطلع عندنا قديش الجواب؟ 180، طيب صحيح 100%. طيب اكس بار نيو عباره عن مجموع اكس نيو، مجموع اكس نيو عباره عن 108 زائد 30 اللي هو بيطلع 138 على كم عدد الطلاب صار؟ صاروا 10 على 10، فبيطلع الجواب 13.8، تمام. هذا اكس بار الجديد، طلعنا اول مطلوب. المطلوب الثاني بقول لك انا عمي بدي الاكس بار الجديد، بدي عفوا بدي ستاندرد ديفيشن الجديد، بس لا ننسى انه الاكس بار اللي طلعت لي اياه قديش طلعت قيمته؟ 13.8. طيب 13.8 بدي احسب الستاندرد ديفيشن الجديد، ستاندرد ديفيشن عباره عن مجموع اكس الكل تربيع على ان في ان ناقص واحد، عفوا على ان ناقص واحد ناقص مجموع اكس الكل تربيع على ان في ان ناقص واحد. طيب لاحظوا انه مجموع قيم اكس الكل تربيع بقدر اجيبه، طبعا كله نيو، بس مجموع قيم اكس الكل تربيع هذا منين اجيبه؟ تمام؟ طيب لاحظ معي شغله، عندك ستاندرد ديفيشن القديم هذا قديش قيمته؟ 2، هذا شو يساوي؟ مش مجموع قيم اكس تربيع على ان ناقص واحد، ان قديش كانت؟ هذا كله قديم، معناته 9 ناقص 1 8 ناقص مجموع قيم اكس الكل تربيع جبناه 108، بس الكل تربيع على ان في ان ناقص 1 9 في 8، تمام. فطلعوا كيف انا جبت مجموع قيم اكس تربيع بس الاول قديش بيطلع معي؟ بيطلع معك 3632، تمام. طب كم مجموع قيم اكس الجديده؟ مجموع قيم اكس الجديده بيطلع 3632. بيجي طالب ذكي بيقول لي زائد 30، طبعا غلط، ليش؟ لانه هاي القيمه المربعه معناته زائد 900، فكم بيطلع معي الجواب؟ 4532، تمام امورنا. طيب انا جبت سم اوف اكس نيو، معناته بعوض في القانون، هاي 4532 على ان الجديده لانه كله جديد 10 ناقص 1 9 ناقص
مجموع قيم x لكل تربيع الجديدة عبارة عن x بار للنيو ضرب الام. x بار للنيو 13.8 ضرب الام 10، فبطلع قديش معنا؟ 138، تمام؟ ناقص 138 لكل تربيع على ام اللي هي قديش ام؟ 10 في 9، بيطلع معنا الجواب قديش؟ 13.6. والستاندرد ديفيشن راح يكون جذر هذا المقدار. طيب نكمل. طيب للفريكوانسي والجروب فريكوانسي ديستريبيوشن كيف ممكن اجيب منهم ستاندرد ديفيشن، كيف ممكن اجيب منهم الفيرينس؟ طيب الفريكوانسي ديستريبيوشن والجروب فريكوانسي ديستريبيوشن، بالنسبه للفيرينس اذا بتتذكروا كيف كنا نجيب المين للفريكوانسي ديستريبيوشن؟ كنا نحكي مجموع اف في اكس على مجموع قيم اف، تمام؟ طيب لما اجي اجيب ستاندرد ديفيشن او فيرينس بس هو بيقول لك انه القانون ايش؟ مجموع اف في اكس ناقص اكس بار الكل تربيع على مجموع الفريكونسي، تمام؟ طيب بس مجموع الفريكونسي ناقص واحد، تمام امورنا؟ لانه كنا هناك ان ناقص واحد، فهنا ايش؟ برضه هنا ان ناقص واحد، لانه دائما مجموع الفريكونسي هو نفسه يمثل الان. هذول يمثلوا بعض، تمام؟ طيب او القانون الثاني بسميه مجموع f في x تربيع على مجموع f ناقص واحد ناقص مجموع f في x الكل تربيع على n في n ناقص واحد. هذا متى بستخدمه؟ للفريكوانسي ديستريبيوشن وجروبد فريكوانسي ديستريبيوشن، تمام؟ طيب راح ننهي حصتنا اليوم او محاضرتنا اليوم عند هذا المقدار. ان شاء الله راح نكمل من المحاضره الجاي على حساب الفيرينس للجروب فريكوانسي ديستريبيوشن والفريكوانسي ديستريبيوشن. يعطيكم الف 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 عافيه.